حيوان اوبر اللي انا كنت راكباه فجاه وقف في الطريق ده كده. بص وراه لقيته بيفك الحزام بتاع البنطلون. محور الضبع عشان الحيوان اوبر اللي انا كنت راكباه فجأة وقف في الطريق ده كده خلاص. وفجأة قال لي اصل العربية سخنت. ببص ونزل من العربية، ببص ورا لقيته بيفك الحزام بتاع البنطلون. نزلت اجري من العربية، راح قال لي ما تخافيش انا بس عندي السكر، انا لازم كل شوية ادخل حمامي، فمعلش ما تخافيش. طبعا انا نزلت وجريت سبت العربيه وسبت حاجتي في العربيه، وطبعا دلوقتي انا في الشارع. الحمد لله ان انا اول ما وقف اتصلت بحد من صحابي وقلت له انا بعت لك لايف لوكيشن، فهو ده اللي رعبه تقريبا. هو ما قاليش من الاول ان هو عنده السكر، هو قال لي وقف فجاه وقال لي. فببص ورايا لقيت واحد بيفك البنطلون بتاعه، بيفك الحزام وبيفك البنطلون، بيفك السوسته والزرار. يا جماعه انتوا سايبين الموضوع كله وبتقولوا لي انت ظلمتيه، انا مش مصدقه.